أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. انخفض حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية في شهر أيار الماضي بنسبة 30% مقارنة بشهر نيسان الماضي إلى 46.7 مليون دولار أمريكي. وسجل سوق العراق للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 5.7% بسبب توزيع أرباح شركة أسياسيل وعطل عيد الفطر في أيار الماضي. أظهرت بيانات وزارة المالية الحالية أن النفط ما يزال المورد الرئيس للموازنة حيث بلغ 96%، وهي نفس النسبة لشهر آذار الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في الموازنة. وبين تقرير المالية أن الإيرادات الجارية لشهر آذار الماضي جاءت من الصادرات النفطية والثروات المعدنية بأكثر من 44 تريليون دينار عراقي. كشفت لجنة الطاقة في واسط أن نسبة تجهيز المحافظة من الكهرباء حالياً لا تغطي 50% من حاجة المحافظة. وقال رئيس اللجنة المحافظ محمد المياحي إن الحاجة الكلية للمحافظة تتجاوز 1400 ميجاوات، فيما يصل التجهيز حالياً إلى 600 ميجاوات. وهذه الحصة أقل من الحصة التي تسلمتها المحافظة العام الماضي، داعيا وزارة الكهرباء إلى الالتزام بالاتفاق الذي عقد معها في إعطاء حصة واسط من إنتاج محطة الزبيدية الحرارية. وسعت سوق العملات المشفرة خسائرها مع تراجع معنويات المستثمرين بسبب المخاوف من تأثير زيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجلت عملة البيتكوين خسائر جديدة بنسبة تصل إلى 10% لتصل إلى 20,800 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2020، قبل أن تقلص بعض خسائرها ليتم التداول عند سعر 21,900 دولار، مع انخفاض أسعار مجموعة أخرى من العملات المشفرة، كما جرى تصفية أكثر من 1,100,000 دولار في أسواق العملات الرقمية أمس الاثنين، منها حوالي 685 مليون دولار عقود طويلة الأجل و 468 مليون دولار قصيرة الأجل. حذر رئيس وزراء كوريا الجنوبية من أضرار لا يمكن إصلاحها لاقتصاد البلاد جراء تعطيل نقل البضائع مع دخول إضراب سائقي الشاحنات على مستوى البلاد يومه الثامن. وقال مسؤولون إن إضراب الآلاف من سائقي الشاحنات تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في نقل البضائع والإنتاج، مما تسبب في أضرار بقيمة 1,200,000,000 دولار. من جانبها قالت وزارة النقل إن نحو 6,840 سائق شاحنة تظاهروا في 14 موقعاً في أنحاء كوريا الجنوبية، ويطالب سائقو الشاحنات بتمديد الإجراءات المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى للأجور وسط ارتفاع أسعار الوقود. والآن نترككم مع أسعار العملات والذهب حول العالم.
شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.